أن تتوقف عن لعب الكرة في الشارع، فربما تصدم الكرة أحداً أو تكسر شيئاً. أنا أجرب مهاراتي قبل أن أذهب إلى النادي. انظر كيف أسيطر على الكرة على قدمي. يجب أن تكون حذراً، لا تضرب الكرة ونحن بين المنازل هكذا. يكفي هذا يا زغلول. سأجرب تسديدة زغلولي السحرية فقط. انظر إليه. ما هذا الذي فعلته يا زغلول؟ ألم نحذرك من فعل هذا؟ ما العمل الآن بعد أن كسرت زجاج نافذة تمورة؟ لا شيء أبداً، سأركض بالكرة بعيداً. لقد كسر زجاج النافذة، من قام بفعل هذا؟ إنه زغلول، لكنه ركض بالكرة بعيداً. ولما قام زغلول بفعل هذا؟ أنت أخطأت يا زغلول، كان يجب ألا تركض عندما جاءت التمورة. هذا فعل خاطئ منذ البداية. لا تنصحني ثانية. كما تحب يا زغلول، أنا سأغادر إلى منزلي. من فعل هذا يا ترى؟ سمعت أن مصباح تمور قد كسر ليلة أمس، هل أنت من فعل هذا؟ أجل، أنا فعلتها، كنت غاضباً وألقيت حجراً فصدم المصباح. هذا لا يجوز أبداً يا زغلول. لم أقصد أن أكسر المصباح. ولكن هذا لا يجعلك تهرب مما فعلته. لقد غادرت حتى لا يغضب تمور. دعنا من هذا الآن، سأريك قفزتي السحرية التي تعلمتها أمس من صفحات التواصل الاجتماعي. زغلول، ما الذي تفعله؟ أنا لم أكن أريد أن أقول لك يا جدي عن فعلة زغلول هذه، ولكنه هرب ولم يعتذر لي حتى. لا عليك يا تمورة، من حقك أن تغضبي من هذه الفعلة، فكان يجب أن ينتظر ويعتذر لك، بل وكان عليه أن يحاول إصلاح ما فعله. ولكن لا تقلقي، أنا سأتصرف في هذا الأمر. جدي، لقد كسر المصباح، وجدت حجراً بجوار الزجاج المكسور، ولا أعلم من فعل هذا. زغلول من فعلها يا تمور. زغلول ثانية. لا أعلم لما يتصرف زغلول هكذا، لقد داس على الورد الذي زرعته أيضاً. إن الوضع هكذا زاد عن حده، سأذهب إليه بنفسي وأتحدث معه. هذه التصرفات التي قمت بها خاطئة يا زغلول، لا يجب أبداً أن تلعب كرة القدم في الشارع، وهذا أدى إلى كسر زجاج نافذة تمورة، والخطأ الأكبر لأنك هربت ولم تواجه الموقف وتتحمل مسؤولية ما فعلته. كان يجب عليك أن تكون شجاعاً وتصلح ما أفسدته، وألا تهرب منه مثلما فعلت. أنا آسف يا جدي، خفت أن تغضب مني تمورة ولذلك هربت. مواجهة الموقف أفضل بكثير من الهروب، وعندما ألقيت الحجر فكسرت مصباح تمور هربت أيضاً، وكان يجب أن تعتذر وتجد حلاً للأمر، وحينها سيسامحك تمور. ونفس الأمر ينطبق على بستان سكري والورد الذي أتلفته، كان يجب أن تعرض عليه أن تصلح الأمر، وحينها لن يكون غاضباً منك، لأنك ستشعره أنك تتحمل مسؤولية ما فعلته. سوف أعتذر إليهم يا جدي، لقد أخطأت حقاً في تصرفاتي. الاعتذار لن يكون كافياً يا زغلول. وماذا علي أن أفعل يا جدي؟ أخبرني وسأقوم بعمل أي شيء. رسولنا الكريم أوصانا بأن من أفسد شيئاً عليه إصلاحه، وهذا هو الحل الوحيد، أن تصلح كل ما فعلته يا زغلول، وحينها سيسامحك أصدقاؤك. حسناً يا جدي، سأصلح كل ما فعلته. شكراً جزيلاً لك يا زغلول، لقد تعبت كثيراً في تركيب الزجاج الجديد. أرجو أن تقبلي اعتذاري يا تمورة، لا تغضبي مني، وأتمنى أن تكوني راضية هكذا. لست غاضبة بالتأكيد، شكراً لك. لقد اشتريت مصباحاً جديداً لك يا تمور، أتمنى أن يكون جميلاً. إنه أجمل من السابق، أتعبت نفسك يا زغلول، شكراً جزيلاً لك. هذا خطأي، ويجب أن أقوم بإصلاحه، وأرجو أن تتقبل اعتذاري. نحن صديقان يا زغلول، لا داعي للاعتذار، ويكفي أنك أصلحت الخطأ. تفضل يا سكري، هذا الورد هدية لك لكي نزرعه مكان الذي أتلفته، وسأقوم بريه يومياً حتى ينمو ويصبح أجمل من السابق.
أرجو ألا تكون غاضباً. لست غاضباً منك الآن يا زغلول، لقد أصلحت كل ما فعلته، ويكفي أنك اشتريت ورداً جديداً، وستساعدني في ريه ورعايته، وهذا حق الصداقة. شكراً جزيلاً لك. أنا فخور بك يا زغلول، لأنك تصرفت وعالجت كل الأخطاء التي تسببت بها. لم أتوقع أن تتعب نفسك بهذا الشكل لكي ترضي أصدقائك. في الحقيقة يا جدي، لقد وضعت نفسي مكانهم، ووجدت أنني سوف أغضب كثيراً إذا فعل أحد منهم ما فعلته أنا، وتصرفت كما أشرت إلي، واشتريت الزجاج والمصباح والورد من مدخراتي، واستعرت سلماً من متجر الزجاج لكي أستطيع تركيب زجاج النافذة والمصباح، وكنت سعيداً جداً عندما رأيت سعادة أصدقائي بما فعلته. إن الأصدقاء بينهم رباط من المحبة والتقدير والاحترام، ويجب أن نعامل أصدقائنا بالطريقة التي نحب أن نعامل نحن بها، ولذلك أهديك هذا الكتاب تقديراً لما فعلته يا زغلول. شكراً لك يا جدي، كتاب الصداقة والصديق عنوان رائع جداً. هذا كتاب جميل اسمه الصداقة والصديق، كتبه الفيلسوف والأديب المسلم البارع أبو حيان التوحيدي، وهو من أعلام القرن الرابع الهجري، عاش أكثر أيامه في بغداد وإليها ينسب. وقد امتاز أبو حيان بسعة الثقافة وحدة الذكاء وجمال الأسلوب، وسمي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. وأنا واثق أنك ستستمتع بهذا الكتاب الرائع. بالتأكيد سأستمتع به، لقد أحببته قبل أن أقرأه، وبعد أن أنتهي من قراءته سأهديه لجميع أصدقائي.